وصل صوتك. وصلنا للملف اللي قاعد غامض شوية في كارير يوسف المساكني، طريقة انتقاله من الملعب التونسي للترجي مرورا بالإمارات. برشا كلام في الموضوع هذا، يعني حيدر فما شكون يقول ممكن يوسف هرب مستاد باش ينجم يلتحق بالترجي، فما شكون يقول يعني هذيك هي الكورة، يوسف مشى للجمعية بعد مشى للترجي. فما برشا كلام، فما برشا حاجات وبرشا ديتاي نجموا نحكيوا عليهم في يعني الموضوع هذا. واحد من الشهاد خلينا نقولوا على الترانسفير هذا السيد أحمد بوشماوي، نائب الرئيس السابق والمسؤول السابق في الترجي. سيد أحمد مرحبا بك. عايشكم بيك، بارك الله فيك. مرحبا بك سيد أحمد، نورتنا بوجودك معنا اليوم. احنا قلنا الملف قعد غامض شوية، ما عارش كان شاطرني راي ولا. والله أنا بكل صراحة ما تبعتش معنا الديبا اون جينيرال، لكن إن شاء الله مستعد مش نحيو الغموض الكل 100% ان شاء الله. ساعة كلمة غامض تمشي مع السيتواسيون سيد احمد ولا لا؟ لا با دي تو، معناها مادامنا نجم نوضحوه يسح الغموض قدرة ربي. هو صحيح معناها ما كانش ترانسفير عادي صحيح، لكن انا مستعد لهنا مش نوضح الامور كما صارت بالضبط. سيد احمد خلينا نوضحوا يعني العملية كيفاش كانت. يوسف كان في ستاد تونيزيان، مشى عدى 6 شهور في الامارات ومن بعد لقيناه في الترجي الرياضي التونسي. ايه احكينا انت يعني شنو صار بالضبط؟ بالضبط اللي صار. عام اول حاجه ساعه نحب نحيي يوسف ونشكره ونهنيه على اللي عمله. وي اهلا صباح. اهلا اهلا بيوسف، لاباس عليك ولدي؟ شنو احوالك؟ صار انت موجود في الاستديو؟ اي بيان سور، احنا عاملين استديو الكل على خاطره هو اليوم. لا ما عاد المال الامور تتبدل عاد وقت نوليو كل شيء شكر لي ولي. لا لا لا. يوسف حبيت نهنيه على اللي عمله في الترجي، لانه الترجي مش جمعيه سهله، وهو مشى للترجي صغير، كان فقدت الذاكره في سبتمبر 2008، وقدر مش بالرغم من صغر سنه مش يولي يلعب تيتولير رابيدمون، وهو كان بكل صراحة سبب كبير ياسر ياسر في النتائج اللي حققتها الترجي والبطولات والكؤوس اللي خلاتها الترجي. فلهذا بكل صراحة نشكره ونهنيه برشا ويدوا تري فير على اللي عملوا. عايشك سيدا. اي عايش كيف اول مره نسمعك تشكر فيا. لا ما شنو ما هو كنبداو حدنا لازم نعطيك ان شاء الله ديما سيرونتين نكون صعيب معاك، لكن الحقيقه اللي عملته تشكر عليه فوندو ان شاء الله. نمشيو من السيد احمد بعد الشكر هذا. نمشيو للدوسي اللي انت موجوده معنا توا على خاطره، طريقه انتقال يوسف المساكني. وقتها نعاود نسال ونقول اللي قالوا اسكندر وقتها تفسرت على اساس انه تم تهريب يوسف المساكني للإمارات ومن بعد للترجي. السيتواسيون بالضبط كيف صارت؟ والله شوف، هو وقتي انا ساعه قبل كل شيء سمعت بيوسف، وقت انا ما زلت دخلت في الترجي سمعت بيوسف والفريق، والحق ما تفرجتش فيها الفريق القومي الاندر 17 في الوقت اللي غالب انا في الاستيفا ذاك ما كنت ليه شويه ما كانش عندي فرصه نتفرج. وقت بدينا يكون في 2007 في سبتمبر ولا حاجه، نلعب في مباراه وديه في البارك في البارك بي، وهو وقتها كان مع اللي كادي نلعبوا ضد ستاد تونيزيان في ماتش اميكال. في الميتون الاول كل صراحه اللي شفته عمله يوسف شيء كبير ياسر ياسر. وقتها انا الحق وقتها عرفت شنو الناس كيحكيوا عليه، عرفت علاش وعندهم الحق. بعد سمعت الحق يوسف مش يخرج نيس، وقتها يكون نيس حبت عليه وشدت فيه صحيح. وصار اتصال مع والده وسالته، الوالد قال لي راهو هكا وهكا. قلت له عليه تو يمشي نيس مازال صغير، علاش ما يجيش عندنا للترجي وكل شيء؟ قلت له شوف مع ستاد تونيزيان لو كان فما امكانيه. فقال لي راهي ستاد تونيزيان ما حبتش تحكي في الموضوع هذا، قالوا ما فماش خروج، ما عندهم مش يخرج. وكنت متاكد انا اللي هو معناها بالرغبه نتاعو الامبيسيون نتاعو كانت مش يمشي نيس ولا حاجه هكا. فشويه انا وقتها قلت لكن هو مش يمشي نيس ما فماش حتى كلام فيه، يا خويا انا جو مي بلاس بلغتنا احنا جو مي بلاس. وحكيت مع يوسف وحكيت مع ابوه وقلت لهم انا معناها دخلت الحق في العمليه،
وعاودت من جديد قلت لهم شوفوا مع ستاد تونيزيان. حاولت انا باتصال انديريكت مع ستاد تونيزيان، ستاد تونيزيان قالوا لا معناها ما نسيبوش ولا الترجي ما نسيبوش ولا حاجه هكا. الحاسيلو وقتها معناها بـ 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 معناها بمفاهمه قلت انا يمشي، عملنا اتصالات انا عندي اتصالات. مفاهمه بين شكون وشكون سيد احمد؟ كيفاش؟ المفاهمه صارت بين شكون وشكون؟ لا مع يوسف مع والده. قلت لهم انا هم كانوا معناها عنده لومبيسيون باش يخرج يلعب في نيس. قلت انا علاش يا اخي نيس خدمة الترجي توا حتى انا معناها نجم شي بلاسي معناها مش حبيت نجيبه للترجي بكل صراحه. وما لقيناش حتى مفاهمه، هو الخروج كان مش يخرج من تونيزيان في كل الحالات. معناها انا بكل صراحه جوني با بروفوكي، معناها مش نبدا واضحين جوني با بروفوكي الخروج نتاعو. اما قلت انا مادام هو مش يخرج وقتها انا جو بلاس، ما حسيت لي ما فماش انا ما عادش جو سوي بلاسي معناها كلاعب في الترجي وحبيت نجيبه للترجي بكل صراحه. باهي. وقتها اون بروبوزي مشى عند النادي الاهلي في الامارات، واللي هما نشكرهم لانه عدى معاهم 6 أشهر ولا 9 أشهر كيك ولا حاجه هناك، وهما قاموا بالاجراءات مشي صار ترانسفير مع الفيفا، صار ترانسفير للاهلي وبعد عملنا ترانسفير مع الترجي. باهي. لهنا سيد احمد نسالك، علاش يعني يوسف ما مشيش من ستاد ديريكتومون للترجي؟ علاش يلزمو يتعدى على الاهلي الاماراتي باش ينجم يلعب في الترجي؟ على خاطر راني قلت لك ستاد تونيزيان قالت معناها احنا يستحيل مش نسيبوه. باهي. انا تو نحترم اللي هو لاعب ستاد تونيزيان ونحترم الموضوع هذا، وما كنتش نكون نعمل اي تدخل لو كان معناها ما كانش معناها الرغبه نتاع يوسف ومش يخرج معناها، وخاصه وانا نيس السي بيان بلاسي معناها اعطاته معناها اوفر رسمي مش يمشي عند نيس، فهمت؟ لو كان ما كانش الوضع هذاك انا ما كنتش بكل صراحه ما كنتش ندخل. انا قلت هو هكا ولا هكا مش يخرج لبرا، ما عادش موضوع معناها ولات حسيت عندي ليجيتيميتي مش نجم ندخل في الموضوع. جوني با بروفوكي الموضوع هذا. سيد احمد وقتها ما حسيتش انه ممكن حق الملعب التونسي تهضم في العمليه هذه؟ والله هو كان الحق حسيت صحيح، ما هذه اعمال ما تعملش بكل صراحه. هذاك علاش قلت كان جوني با بروفوكي، واحتراما نحترم الجمعيات الكل وهذا ما يتعملش. لكن مادام نعاود لومبيسيون نتاعو هو كان مش يخرج، وكان نيس السي بلاسي وعطاته معناها عطاته عرض معناها مش يخرج، واللي حسيته ما نعرفش يوسف بحذاكم يزيد يكونفيرم ولا اللي كانت عنده رغبه هو مش يمشي نيس ولا حاجه هناك. ما كنتش بكل صراحه نعمل هذاك، لكن مش تبدا تعرفوا بالرغم اللي احنا معناها يوسف مش مشى معناها صارت عليه مصاريف معناها مش ساهل مش نعمل العمليه هذيك، لكن مش تعرفوا شنو الترجي جمعيه كبيره بالرغم من المصاريف اللي عملناها هذوكم وبعد تعدي ورجال الترجي معناها بصفه رسميه بعد معناها بالترانسفير مع الاهلي. لكن قعدنا مع ستاد تونيزيان وقتها سي حمدي مدب وسي طارق غياب وقتها كان مسؤول معنا في الترجي، مشاو قعدوا مع سي محمد عشاب وتفاهموا وعملنا انديمنيتي دو ترانسفير لاباس بها لستاد تونيزيان 220 مليون. اي وزدت انا تو سي محمد عشاب هكا شاهد، زدت انا بعد هذاك زدت انا عطيته بريم سبيشال من عندي انا الخاص في وقت اللي صححنا كونترا في البلديه، عملت معاه جيست خاص لي انا اللي خلي بكل صراحه نقولوا انه معناها ضميرنا مرتاح في الاخر ضميرنا مرتاح. فلهذا سي يوسف تكلف لنا برشا فلوس، راه مش قاعد بحذاكم غادي كيفاد لك ما تكلف لنا برشا فلوس. اما دخل كمان برشا فلوس هذا لترجي هكا برشا فلوس وبرشا فرحه الاهم. لا 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 واللي قد ما صرفنا عليه وشويه يستاهل اكثر من الكيكه 10 مرات. واضح سيد احمد تقريب ذي اهم من نجم نقولوا في الترانسفير اللي صار من الترجي من الملعب التونسي للترجي مرورا بالامارات. وسيد احمد انت كنت واحد من اللي ساهموا في الصفقه هذه، واكيد يوسف ينجم يستعرف بالموضوع هذا. بيان سور اول كونتاكت معنا جاء مع سيد احمد، انا اللي معناها خيرت معناها باش نخرج من ستاد، خاطر معناها كي جيت من الكوب دي موند حد ما غزر لنا، معناها جوارات الكلوب وجوارات الاسبيرونس كلهم معناها طلعهم في السينيور وبداو يترنيو كل شيء، واحنا حتى كي طلعونا معناها خليونا نعملوا ليشوفمون بعد يدخلونا من ورا الكاجي خليونا نجنجلوا كل شيء.
هذا اللي خلاني معناها خاطر واحد كيبدا يعرف روحه ينجم يلعب مع عباد كيفنا كيكا يحس فهمت. وخيرت باش نخرج معناها من استاد، ما حبيتش نعمل معناها حتى مشكله كل شيء، خاطر استاد هي اللي ربيتني وهي اللي عملت لي كل شيء. مشيت النيس ومن بعد ما عجبنيش الجو غادي كلها معناها ما نعرفش انا الجو في السنتر ما عجبنيش. كلمت سيد احمد قلت له معناها ولات عندي رغبه كبيره باش نمشي نلعب في الترجي كاو، وبالمناسبه معناها نشكره ونقول له مرسي عليك اللي مشيت للسبيرونس. جوست كلمتين تفضل سيد احمد تفضل. لا يوسف ساعه قبل كل شيء الولد ما عمره ما يشكربوه قبل كل شيء، انت ساعه ولدي قبل كل شيء ولد الترجي وان شاء الله تو نعرفوا جوست مش نزيد اضاحه اخرى. راهو على البريسيون وقتها حتى الاطوال راهي دخلت بصفه معناها تريز اغريسيف في الموضوع، وكما نقولوا بلغتنا احنا ما همشت على الاقل كما همشت يوسف ما همشت والد يوسف، لانه معناها تعرف مهما يكون هو والد يحب احسن حاجه لمستقبل ولده. وانا اعطيته وعد وقت يوسف كان يفكر وقلت له راهو الاطوال جمعيه كبيره وكل شيء، لكن مع في الترجي راهو انا نوعدك في الترجي اللي نحققوا لك اللي انت تحب عليه المشي واللي ريزولتا اللي صاروا سيد احمد والبريستاسيون الكبار اللي عملهم يوسف المساكني يذكروا وياكدوا الكلام اللي كنت تحكي عليه. توت فاسون شكرا لك سيد احمد ان شاء الله مساهر برشا معنا الليله، وقع تبع معنا استرشو اللي فيها ولدك كما قلت ليله يوسف المساكني. شكرا لك سيد احمد ابو شمعي، واحد من الناس اللي هنسوا صفقه انتقال يوسف المساكني للترجي الرياضي تونسي وقيت الكبسه تو اسكندر. لا خلينا نقولوا ترتيحه ما يصيرش يا حيدر يتفجعش السيد قلت هاي مالها ترتيح. باه يوسف اول سؤال تجاوب عليه توا حط الكاسك اسمعنا، انسان ما تنجمش تفارقه وتحب تهزه معك القطر. اي اختار. نختار. اي جاوبني انت. اي كان باش نختار النجم ولا نختار واحد بركه تختار. نختار خليل شمال. يوسف الحاجة اللي ندمت عليها وكان يرجع الوقت ما تعاودش تعملها. كارتون روج متاع ستاد تونيزيان. مدرب تتمنى تخدم معاه. عارش الكلهم نتمنى ديما نخدم معاهم. به أحسن مدرب خدمت معاه. ما أنا مريت على ثلاثة ولا أربعة الكلهم باهين معناها كل واحد يعلمك حاجة. اسم اللي قعد في 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 بالك ومستحيل كنت تنساه. ماهر كنزاري خاطر بلوتو سي ماهر كنزاري خاطر هو اللي بديت معاه معناها مشوار نتاع الكورة من الأول. باهي يوسف ملاعبي حبيته معك بالترجي. ياسين شيخاوي. أحسن رئيس جمعية خدم في الترجي حمدي المدب سليم شيبوب عزيز زهير. الثلاثة اللي واحد الثلاثة خلينا نتكلم سيرج من بعد اعطينا واحد باهي. حمدي المدب سليم شيبوب ولا عزيز زهير. بيان سور سي حمدي المدب خاطر هو الوحيد اللي انا خدمت معاه. قلت لك احسن رئيس جمعية تعدى بالترجي مش خدمت مش معه. في الترجي كاو في حياتي كل واضح. باهي يوسف جمعية في تونس ماذا بيك كانت تكور فيها؟ ستاد تونيزيان. كورت فيه؟ لا في السنيور. احسن جمعيه في اوروبا تحس روحك نجم تلعب فيها يوسف ريالمون تعرف روحك تعرف شو عندك الجمعيه اللي تحس روحك نجم تمشي معها؟ لا من مش نحس روحي نحب نلعب فيها برسا. به يوسف كان جيت في بلاصه الهيئه نتاع الترجي تو شكون الملاعب اللي تجيبه باش يعوض يوسف المسيك؟ منين من تونس؟ منين تحب انت؟ قلت لك قبيلة تمنيت على معي ياسين شيخاوي. كان جيت في بلاصة وزير الشباب والرياضة طارق ذياب شنو أول قرار تاخذه؟ قرار شنو؟ أول قرار تاخذه وأنت وزير الشباب والرياضة. الإكيب اللي ما عندهاش تيرانات باهية ما تلعبش. باهي يوسف منصب سياسي ماذا بيك تاخذه في الفترة هي؟ بلاصة طارق ذياب. لا. خليك برشا وقت ما عنديش خاطر ما نطبعش.
ما يحبش الكراسي هذا. ما تبعش انا واقف حتى قاعد واقف. ما تبعش ما اوبليجي باش نقول لك الكيستيون اللي بعدها. يوسف مساكني نهضاوي شيوعي ولا تجمعي؟ ظلم من الازلام. والله لاني نهضاوي لاني حتى شيء. انا نحب جوست البلاد تركح و نحبها ديما كيما كانت وان شاء الله نكونوا ما خير. به يوسف كيما كانت معايا التجمع. فوالا انا باش نقول لك اللي هو التجمع. طلع التجمع يوسف ما فهمتوش التجمع اش معناها. مش تجمعات نتاع الملاويه. بي نحكيو على الاحزاب. شكون الاحزاب اللي تشكل ترويكا؟ بي هما ثلاث. هي في بظاهرة ترويكا معناها ثلاث. عطينا شكون. ما تعرفش قول ما نعرفش. ما نعرفش. يوسف المساكني حق الفيتو برافي. فيتو. يوسف المساكني كيما وزير الخارجية ما عنده حتى علاقة بالجغرافيا، صحيح ولا لا؟ ما هكا كيف. عندك علاقة بالجغرافيا ولا لا؟ شوي. تعرفش سواحل تونس قداش هما؟ ما عنديش علاقة بالجغرافيا. بحطوا علاقة يوسف المساكني كما أغلب الملاعبية التوانسة عنده هو الفلوس أهم التيترويت. جامد لافي. يوسف المساكني كما 90% من الملاعبية التوانسة وقت الطرح أقصى مجهود من أجل الانتصار، وبعد الطرح أقوى مجهود لين يطلع النهار. ساعة مش 90% من التوانسة حكاية ملاعبية التوانسة. ايه عملناهم الاحصائيه 90. لا امبوسيبل تخلط 90. اقل. انا من الناس اللي من بعد ما تتعب وكل شيء نعمل جو ونفرح معنا. ايه جوست انا 91% تحب تقول. لين يطلع النهار. لين يطلع النهار مش هكاك خالص. لازمك تكثر. لا مش لين يطلع النهار. انت وال والسيتواسيون. لا تو هزينا الشامبيونز ليج تونس كامله فرحت معنا. لين ثلاث ايام واحنا فرحانين. باهي. يوسف المساكني كما أغلبية الملاعبية يعني توينسا يكره حاجة اسمها انترينمون في الصباح. اي على الاخر حقيقة على الاخر خاطر نقوم مخر. يوسف المساكني كما برشا من الكورجية توينسا ما يقول كل الكلام الباهي سور تيران. صحيح. صحيح على الاخر. انا صدقتك. شوف الجماعة حتى انا يسمع. صدقت سؤالك هذاك. انا صدقتك بصراحة تقول كل الكلام الباهي. به يوسف المساكني كما أغلبية الكورجية توينسا أبار أنه يقرأ المساجات اللي يجيوه في تليفونه وفي الفيسبوك القراية ما عنده بها حتى علاقة. خاطر ما نحلش برشا فيسبوك. جملة. يوسف المساكني أكثر لاعب مدلل في الترجي وعلى جميع المستويات وخاصة منها المالية. والله لا المالية لا. ماكش أكثر واحد؟ لا لا. أقل واحد؟ لا. في المتوسطين؟ اي. معك خليل ولا انا اقل منه. اقل من خليل شمام. اي. وبعد ديما نسيني انا بعد يقول لي اه والله نسيتك. بهذا سميناها كبسه وتفريده. انت شنو تختارها؟ تختارها كبسه ولا تفريده؟ هذه جوز يعني. عملنا لونشالمون نتاعنا وصلنا للملعب التونسي والانتقال للترجي الرياضي التونسي وبدات الرحله الحقيقيه ليوسف المساكني مع الترجي. بدات الرحله الحقيقيه ليوسف. يوسف الاسم الكبير عمله في الترجي تيترويت الكبار هزهم مع الترجي انجازات كبيره مع الترجي الرياضي. لكن نبداو بال يعني بالخطوه بالخطوة. أولى خطوات يوسف أول ماتش مع الكابر يوسف كنت تذكر؟ أول ماتش كونتر ستاد تونيزيان دخلت زاميتان ربحنا 3-2 وقتها. كنا 2-2 ودخلنا دخلت ماركينا 3-2 وقتها. وثاني ماتش كونتر قفصة. أول ماتش أول ماتش كون المدرب ساعة وقتها؟ كابرال. أبار المدرب ما تذكرش ديريجون كان قريب لك كي شوية بعد كل طرح يسألك يركز معاك أكثر من الناس اللي كانوا موجودين تقريبا الكل. كان نسيت مشكل خطره ويسمع فينا وباش تكلم معانا تود سويت لازمك تتذكره. شنو كيفاش يحكي معي سي أقول يحكي معك شنو كيفاش مانيش حاضر يعني. شنو يكبسك شوية. يكبسني كيفاش يكبسني زي عسل. كيفاش بالكلام بيش يكبسني بالكلام. يضحكني ولا يكبسني منه من اسكندر حشيشة ولا رذب النور واحد منهم تختار. سيوة شوي.
احنا بدينا لك هاكم باش نزيد اسكندر حشيشه جاي تو تو معنا دونك ما داري بنو قول الو استقبل الو يوسف شاور كباس اي رياض سي رياض صباح تحير انت بالذكاء نتاعك باش تحير في سؤال كيما هذا انا عادي يعني بمجموع الكلوار هذه هذا الذكاء نتاعك اقوى لا لا كيف كيف كل واحد في اموره رياض بن نور رئيس فرع كرة القدم في الترجي التونسي مرحبا بك نورتنا سي رياض يوسف المساكني ديبو نتاعو يظل لي ركزت معاه برشا انت تبعته سور تيران تبعت الكومبورتمون نتاعو شنو شفت يوسف المساكني وقتها والله يوسف ما تو مش كلام راهو ستاندار باش نقولوا على يوسف خاطر معناها الملاعبين الكل يوسف راهو il est exceptionnel في l'état d'esprit نتاعو في كاركتيرو بالحق معناها النهار الاولاني يوسف صغير ياسر دخل الاسبيرونس سينيور صغير ياسر وصارت ضجه معناها في تنقل للترجي في تونس كما الكل تعرفوا معناها تنقل من الملعب التونسي للامارات للترجي وكل الكلام اللي معناها اي ملاعب في الظرف هذاك وفي العمر هذاك وانتم تعرف حتى ملاعبيه كبار كي يكسر عليهم الحس في التنقل نتاعهم يلقاو حتى صعوبه في التاقلم وباش يعطيو في الميدان يوسف ما كانش هذايا بتاتا يوسف المباريات الكل نتاعو اللي هبط من النهار الاولاني ورا اللي فما عنده حاجه اكسبسيونيل اعطاه وين هبط معناها اعطاه البلوس مي بالنسبه لي انا اون سول ايماج معناها تقعد لي وذاكره وحيده تقعد لي في مباراه تنقل الترجي للتونسي في مباراة هامة ان ديبلاسمون اللي ديما احنا عندنا هام جدا ديبلاسمون هذاك صعيب اول ديبلاسمون نتاعو معناها ما نحبش نسمي جمعيات بيان سور خاطر ماهوش لوبجيكتيف تاع عمل ميتون اكسبسيونيل يوسف في ميتون اكسبسيونيل في بالي نحكي معاه سي نورمال اللي تري جون معناها مش المورال الاستاد معبي قلت له يوسف سافا يعطيك الصحة شجاوبني قال لي ريتني شعملت له كالديفونسور الديفونسور هذا على فكره راهو انترناسيونال وقت قال لي كيف قال لي ريتني كيفاش عظمته وجي على راسه انا قلت له جيت انا نطلع له في المورال ولا هو يطلع لنا في المورال الناس الكل معناها سانسيرمون إلي اكسبسيونيل معناها سي با ان اكزيكيتون ماهوش ملاعب اللي تقول له احصر هنا واقف هنا وما تمشيش غادي ويجا منه إلى ان دون سي ان ارتيست معناها اون تيرم دو فوتبول لي جوار اللي معناها بقله ما تلقاش منهم ديما معناها هذا الكل نقولوا فيه ان شاء الله ربي يوجهه خير ويزيد يخدم اكثر ويحسن لو تالون اللي عنده هذايا وعنده الحقيقه حاجه اخرى اللي انا واحد من الناس كنت خايف عليه ديما منها ولكن بطبيعته الباهيه حتى مع لي زادفيرسيرا تحس ديما الجيتي عنده في وجهه في الكومبورتمون نتاعو ماهوش بليد رغم اللي باللغه العاميه لعبوا ينرفز لعبوا يغش بليت تريبيلو يطيح لك در مش يتريبل يطيح لك در بعد ساعات فهمني ومالغري سا نبدا خايف نقول حتى ديفونسور ما 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 بلغتنا احنا ما كسح معاه ما ضربوا باش مات علاش خاطر الى لاجيتي معناها محبوب يوسف حتى من الادفيرسير محبوب ما يحبش يضربوا يعني حتى ديفونسور ما تشمت معاه سي تان جوار اكسبسيونيل حتى في الجروب معناها اللي اعطاه في الجروب اللحمه الجو الاخوي اللي اعطاه دخل روحه في الجو ولا وزيد لو كومبورتمون لو ديرني كومبورتمون يوسف اللي انا كمسؤول من نجم كان نشد له بيه الى تونو كو ليسبيرونس سوا غانيون في الترانسفير نتاعو انتم تشوفوا يوسف قاعد يكمل في اخر اياماته في الترجي ديالي التونسي بحرفيه كبيره باش يكون موجود بقدره ربي معنا الاخر معناها هذا الكل اللي نحكيوا عليه راهو كان تسال يوسف في عمره معناها فيو اللي تو اللي عملت انت الباركور هذا الكل اللي حكيت عليه يوسف بارك الله مازال صغير معناها فهم لاعبيه انداد وهو مازال وما ترشقوش ان جرون برافو زاد ما نساوش اللي حتى اللي لقاه زاد من عائلته خاطر ما نجمش نقول يوسف من غير ما نذكر منظر بوه منظر معناها حاطب يوسف حيطه كبيره واكيد في نجاح يوسف فما كيلكو بار منظر لانه يعرف كواليس كرة القدم يعرف الاتصال يعرف وقتاش لازم يتدخل وقتاش يخلي ولده على راحته وزيد خويا سحرنا احنا في البارك الناس الكل شوشو نتاع الناس الكل معناها يوسف ماك تعرف تبارك الله عليه انا من نتخيل ديجا والله عندي مده نتخيل في النهار اللي يوسف ما كيتي لسبيرونس نتخيل سسرا يورا بوكو ديموسيون على خاطر
سي با ان جوار كي نابالي كي معنا كي نابالي سي دو تراس الله غالب ذاك الاحتراف نعرف اللي هو موش ينسى الترجي وجاو اللي عاشوا في الترجي قال التونسي نعرف اللي بقدرة ربي جاي نهار باش نعاود نرجع نراه يوسف لابس مالون الاحمر واصفر وباش يرجع لسبيرونس لانه خارج بكري نتمنى له النجاح الكل ولكن ان شاء الله زاد في نهار اخر راه يرجع للترجي ويعاود يمتعنا بالكره نتاعو برشا ايموسيون في كلامك رياض بن نور لكن نسالو ديما فماش جوار نجم يعوض يوسف المساكني في الامبيونس نتاعو في علاقته مع الجروب والله شوف هي راه ما تركبش الحكايه هذه ما تعرف يا عندك يا ما عندكش معناها ماهوش موضوع ما يتعلمش معناها لو دون اللي عند يوسف كوسو سوا معناها في الانتيغراسيون كوسو سوا يا عندك يا ما عندكش معناها ما تنجمش تقريه ما تنجمش تعلمه ماشي كوم سا معناها انا راه فيه معناها ان تري غون جوار انا ما نقول لك حاجه معناها الغالب انتم تعرفوا الكره التونسيه سوني با فوتبول ميدياتيزي معناها ماهيش كوره اللي تتعدى في العالم واللي يحكيوا عليها العالم اون انترن في بعضنا انا نتكلموا كذا مي يوسف افيك لو تالون كي لا سي لي تي دون ان فوتبول ميدياتيزي راهو موضوع ثاني وراهو اسم اخر ولكن ان شاء الله معناها الخطوه هذه يوصل لها ونتخيلوا بشويه كونسنتراسيون وشويه معناها يامن ونقول انا يخدم لانه تو باش يمشي قطر داكور دو سيتان غران فوتبول مي نعرف يوسف اللي يلفا ديريكتومون معناها باش يكون في الصحن وفي الموضوع يلزم من بعد يعمل روحه امبيسيون اخرى بقدره ربي يمشي لبعيد وراو منه حاجات تسر التونسيين ككل ان شاء الله ان شاء الله ومع ليموسيون هذايا ايميل من عند سامي دمق يقول قاعد نسمع وبدموع كلمته كاتبها فيك لي لغم نتخيل في النهار اللي الترجي تلعب من غير المساكني من غير الفانتويت الكابو رادس 60,000 باسم شكون باش يتكلموا نهار اللي باش يغادر يوسف كومونتير من عندك انت يوسف المساكني والله لحمي قشعر انا توك سمعت الكلام هذايا ان شاء الله معناها واحد يكون راضي على روحه وعطى للترجي ونتمنى من كل قلبي معناها اسبيرونس معناها ديما عاليه كما هي توا ومعناها تلقى لي جوار اللي باش تخلي الاسبيرونس ديما الفوق ان شاء الله يا رب برشا ايموسيون يزينا من الحزن تنرجعوا لموضوع يوسف المساكني الشيء غادر رياض بن نور ما عرفش كان مشى ولا يوسف تحب تقول له كلمه ما عرفش مازال موجود معنا رياض بن نور معك يا حي معنا اي فازي يوسف حبي تقول لي اقوى ريكروت مو عملته الاسبيرونس هو رياض بن نور غلط ولا لا حيدر فما حاجه اخرى تو نبعدوا كيما قلت على الايموسيون اللي اكيد معناها ما نحس معناها ما سي تانو روفوار معناها باش ما نقولوش ان شاء الله ماهوش انا ديو معناها على الكوره وعلى الترجي سي تانو روفوار يوسف سورتو كي راهو في الصف كي في الاطراح للبيراياس يبدا في الصف يوسف راهو الوحيد اللي وجهه مش صف تلقانا الكل مبجوعين الوحيد اللي ما في بالوش تعرف شنو يبدا ما في بالوش انا ديما نقول له لي غران جوار هما اللي يحكموا في الماتشات الكبار ويوسف حكم في الماتشات الكبار برشا برشا احنا ديما من اللي صغار نقولوا للملاعب الكبير اللي مش المباريات العاديه يربحهم اللي يربح لك مباريات كبار ويعاونك باش تربح مباريات كبار وعن نحن في تونس اكيد الديربي يوسف حكم في برشا دربيات ومركز في برشا دربيات وقت اللي دربيات هذوما حساسه واللقب تربط بهم شاط من بعيد سدد مخالفه فيها برشا ذكاء حكم في برشا تراح بارك الله عليه ربي بقي عليه الستر وان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله ديما من حسن لاحسن شكرا لك دونك رياض بن نور رئيس فرع كره القدم في الترجي كنت عشت مع يوسف البريود هذيا اللي عدى مع الترجي الانجازات كما كنت تحكي على برشا حاجات باهيه ممكن كما كنت تحكي زاده شويه حزن في الفراق نتاع يوسف يمشي لقطر ان شاء الله بالتوفيق ليه دونك حكينا على رئيس الفرع والاجواء مع يعني الهيئه والجروب كامل برمي واحد يعني من الاصحاب يقعدوا لك يوسف في الاكسبيرينس نتاعك في الترجي جوار كي عايش معاك جوار بيان سور خلي شمام الناس كل تعرف الحكايه ذي لا بروف سامحني باش نقص عليكم انتوا باش تحكي مع بعضكم ليميسيون راهي الليله ليوسف مساكني مع خلي شمام باش تفهموا اللي العلاقه بيناتهم كبيره برشا ما خرج يوسف الا بخليل وهم موجودين بحضينا زوز في الاستوديو الكابيتان ومرحبا
مرحبا بك عايشك بكل مستمعي مزيك يوسف المساكني ليلة أوماج سبيسيال اللي هو موجود معنا في ستار شو ليلة منعرش أول حاجة تحب تقولها ليوسف ديجا هو يتلومس هو مش بخليك تتكلم أول حاجة بون أول حاجة قولها له اللي هو إن شاء الله ربي ربي يفضل هنا الكل ديانا والأصحابه والعائلته وإن شاء الله توا ربي وجهه خير وخاطر يوسف يستحق كل خير معنا علاش يوسف وخليل هما أكثر زوج صحاب مع بعضهم في الاسبيرونس علاش ما كانوش زوج أخرين علاش بتترزع ساعات ما تسأل السؤال هذا لكن شنو اللي يخليكم تقربوا لبعضكم خليل والله الحاجة اللي خلتني نقرب ليوسف اللي أول حاجة الكاركتير متاعه وتحسوا معناه في الكونترابيل كي تلقى حاجتك بيه تلقاه معناه حتى أبار الكورة أختر الكورة راجل معايا وبلس دو سا يلعب على شيرتي يلعب على اليسار معناه قريب لي في التيران وخارج التيران منسك معناه منسين بعضنا يوسف خليل إيه؟ علاش معناه أكثر واحد من أصحابك بالجروب خليل ما تعملش دوينة مع صحابك الاخرين هذا لا 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 يعرفوا من الناس كل اللي اقرب واحد ليا خليل وهما اقرب معناها الناس ليا معناها حتى اصحابي الكل فهمت اما خليل معناها اول ما جيت لاسبيرونس هو اللي بريسك هو اللي دخلني في الجروب هو وخلى العياري وقتها فهمت اما خليل كان اقرب لي اكثر خاطر علاش خليل اللي يجي بيت بحذاه نمشي بيت بحذاه حتى في الاستاج طاليا لا كيكا أنا نبت مع خليل أكثر من نبت في دارنا معنا في استاجات ديما استاجات كل شيء قربنا برشا لبعضنا بحكم اللي يلعب ورايا معناها في التيران معناها خليل كي نغزر له في عينيه يعرفني مش نمشي ولا طيب واحد حاير معناها مش مشي في قطر مش في عمل معناها غادي مش بدأ يوصي قديش تحب له عامين وخريف تلسي مش يوصي لرير بتاعهم كيفش بيعطيه الكورة برمو عشرتكم هذية وصحبتكم وقربكم بعضكم زادة أثر شوية حتى على الكاركتير وليتوا تشبه بعضكم شوية عاملي نفس تتواج تقريب نفس الفورمة بتاع الشعر الحاجات اللي نحكي عنه وكهتا نحكي حتى بعض عن مريول حيدر حتى عن مريول كيف كيف فرد مريول جي والله بالرسمي فما حاجة حتى أنا ما فهمتش هذي ما عارش أنا مريول نشري مزال بيتيكي نلقى خليل لابسه نبدأ نقول له خليل خشيت مريول كيفي ليه يقول لي متاعك تحب تقول لي اللي هو معناه تبع فيك لا لأنا الأكثر هو أكبر مني بحكم كابيتان كابيتان مشيش يهاب يتغشش يسمع فينا نورمالمون توا مشيش تغشش نورمالمون يكون يهاب قريب لك زاده كل حاجه في بلاصتها شو كيفاش جاوب يهاب لقفوا لقفوا لا يعرف يهاب خوه ويوسف زاد اخويا حتى يهاب زاد نحبه برشا انا مش 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 خليه يقولوا حتى مشيت له بيه ان شاء الله ما ينسانيش معنا ايه طبعا نغرت عليك خليل حكيت على يوسف في التيران فرد كولوارد فرد شيرا تلعبوا مع بعضكم يتعب فيك شوية ظهر كي حب ما يتعبنيش ما يتعبنيش ما مثالش انا اقول له حاجتي بيك من السنتر الفوق التالي خليها علينا قاسمين ليتاش منعرفش في الكورة وفي التيران فرد شارع فرد كولوار منعرفش في الدنيا فرد شارع فرد كولوار ولا بعد شوية على بعضكم سرتو بعد لا تراح نحكي الموضوع نتاع بكري يوسف بعد لا تراح هذه ساعة والحاجة سينابيل مش بخلينا حتى وقت معناها باش نتفرهدوا فيه ديريكت كامل الماتش ندخلوا الاستاج ديريكت معناها يعرف معناها فما جوارات معناها تحب تفرح كل شيء كي تبدا بيريود قصيرة وماتش ورا خوه ندخلوا ديريكت ستاج باش نريكوبيريو مليح وباش نقوموا فورم وغدوة اكيد مهم برشا حتى على مستوى الكورة كي تكونوا قراب لبعضكم واصحاب يعطي الفهم متاعو في التيران الحقيقة يوسف مشينا اكثر للجهة هذه في الموضوع منعرفش برشا كلام يخص يوسف المساكني منعرفش انت تسمع به ولا يوسف سهار يوسف يروح صباح يوسف مش منضبط برا من التيران بشني حكيت هذا وعلاش انت بالذات والله نورمالمون التيران هو اللي يحكم هذا اول حاجه معنا كان جاي عبد سهار ولا كيما يقولوا معنا يظهر عليه في التيران الحمد لله انا معنا تشوف انت سهره ما يظهرش عليك لا ما مش نكذب عليك نقول لك ما سهر سي نخرج نسهر معنا هذا حق من كل عبد معنا نجم يخرج يسهر وكل شيء ما اللي دي ليميت معنا في الحكايه هذوما
مش يجي معنا جمعة ماتش ولا نهارين قبل الماتش وثلاثة أيام يجي يخرج وما على باله بحد حد. ليه؟ بالعكس كي تبدأ فما معنا جمعة راحة ولا حاجة ولا يبدأ العبد أوتوريزي من الانترنر بتاعه ولا من البريزيدان بتاعه وقت ينجم يخرج باش أي كلام يتقال عليه يسكتوا ذني ويتعدى معنا خاطر الناس كل تبدأ في بالها كل شيء. خليل خليني نسألك أنت معنى السؤال هذا، أنت ممكن قريب مع يوسف في الخارجيات في المشي في الجاي لبرا من التيران، فما حكاية لعبيت كل تحكي بون يوسف لاستار تونس كاملة تعرف يوسف المساكني وبالتحديد البنات. أحكي لي على يوسف والبنات. بون مش نحكي لك حكاية برك برك حكاية برك معنى فما برشة واحدة برك اللي تذكرهم. لا هي الحكاية قديمة شوية وما هيش في تونس معنى كنا البرة فما طفلة خارجة من الريستوران. لا كملها ما يأثر عليك يوسف عادي 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 شباب. لا يخو راحته معنى ويحكي وين تون يحكي الأولاد الكل هبلوا عليها وحبوا يحكيوا معاه كاليدت طفلة تلفتهم شوية معي. جيسي يوسف من بعيد من عرش كيفاش بروالة حكى معها كلمتين خذين امرأة الولاد كل قاعدوا مبهمين وكاو. هذا معناه شانتيون. هذا شانتيون. هذا البرة فما بالك. طفلة راك طفلة كنت تشوفها معناه دوخ. على 10 قديش تاخو؟ 20 دوبل معناه. مو غدوة جايبة معها تسهر معناه. عادي عادي. يوسف انت انجاجي في الدنيا ولا هذا سؤال يسألوا برشا ناس بون بتاتر يكون اغلبهم بنات انجاجي عندك شكون معناها خاطب معرس شنو بذلت؟ لا منيش خاطب ومنيش معرس ما كنت خاطب نورمالمون. ايه كنت خاطب ومكتبش المكتوب وعندك بروجرام عندك بروجي فما حاجة تحت يدك ولا سي بيان سور فما الجوار باش يكون استابل في حياته ما يقعدش معناها مع عبد شنو الموسيقى ذي ليش يا معنى عندي معني عبد في حياتي ما منيش معناها توا منيش في مخي حكاية معناها تاع ارس ولا قلت لي حاجتي متناقضين قلت لي يلزم عندي يكون عندي حد شكون وبعد قلت لي مش في العمر معناها لا عندي حد في حياتي كيما اي عبد معناها مازلت ما عملتش حاجه اوفيسيال ولا ما تخممش حاجه اوفيسيال مازلت أعطينا الصحيح سهل مازلت تشبيك به قبل ما نعرفه يعني اللي جاب الصحيحة خليل خليل روح خليل أعطينا هذي حكيتنا على يوسف البرة يعني يوسف في تونس ممكن تشوف نورمال يعني ستار البنات ممكن شنو الكمبورتمون تاعهم معه هو بالذات وهو شنو ردة الفعل للكلام ولا للغزرات ولا لكل شيء كونتريرمون لعبت كل شنو تحكي بون علاش يوسف ولا اي جوار في تونس ولا في الاسبيرانس نتصور تونس كامله تخرج تسهر علاش نشدو كان خاطر ابريتو معروفين معناها كي تشوف يوسف المساكن تونس كامله تعرف من حق اي جوار باش يخرج باش يتفرهد لازم تعرف وقتاش كيما قال يوسف مش قبل الماتش ولا قبل بثلاث ايام بابريتو كي نخرجوا ما عملوش حاجه عيب واضح هذا ريبونس كلير معناها كل واحد من حقه باش يخرج يعمل اللي يحب عليه كما قال يوسف بكري تراه هو اللي يحكم كلمه نجم يقول يوسف للي قال اللي هو عنده شكوب بحبك والله من زبيب على موزايك وين اب كاتلونا توصلنا ل 11 دقيقة 12 دقيقة مازال سريتنا متواصلة في ستار شو يوسف المساكني مازال موجود معنا ونذكر لكل التفاصيل متاع السارية ذات القوام على السيت موزايك فان بونات ولا على الباج اوفيسيال متاعنا ستار شو على الفيسبوك. اسكندر وصلنا لحياة الشخصية يوسف المساكني اكدنا انه ما عندوش حاجة اوفيسيال لكن يظهر لي عنده برشا ديفان بنات ديجا الايميل قدامي نقراهم بعد شوية برشا بنات قبل ما تقرا لزمايل راهو يا حيدر عملنا دوره في تونس سمعنا برشا بنات شنو قالوا على يوسف شبيه وش بيه يوسف مساكن يفطق
ظهر ديجا جنتي حتى كي تخزر له مباراه ظهر جنتي على الاخر ستيلو يفتق ويراه سور لا باج نتاع تونيزيان ما يقولش ان جوور تونيزيان يقول ان جوور انترناسيونال ان اوتر ستيل تبارك الله عليه يفتق شعرو خايف شعرو خايف يمشي فالك سكوب الزيد اخر Oh, Youssef Msekni, c'est un mec séduisant, il me plaît. Voilà que je fais à l'heure sur la télé. Surtout que d'ailleurs je l'ai fait terrain, il a une beauté physique, une beauté à l'heure. Il est fatigué. Donc, est-ce que vous êtes engagé ou pas? I'm sexy and I know it. J'ai oublié déjà le soulevé Youssef Msekni ma houche engagé donc la chance قدامكم comme le col تهجموا على يوسف المساكني واللي كاتب لها يوسف المساكني يخطف يوسف المساكني الموضوع هذا يقلقك شويه يوسف يفرحك شنو الكلام هذا شنو يوصل لك بالضبط والله شو وصل يوصل لك الكلام الخايب و معناه واحد كي يقول يسمع العباد تحكي عليه كي معناه يزيد يحس برشا حاجات اخرين شنو الحاجات الاخرين برشا مسؤوليه لا كي كانت نجم تقول مسؤوليه شنو يا ولد مسؤوليه شنو شنو هو المسؤوليه انا ما فهمتكش مش نحكي كان على البنات معناها ليه احنا توا موضوعنا هذا يتعدي وبنيات اللي فان نتاعك قاعدين نحكيو ما نعرفش الكومنتير نتاعك على اللي سمعته هذايا كاو شو نقول لك ما عليك كان نسمع ونسكت ما كنتش ساكت يوسف كل كلمة تتقال قبيلة كنت تفاعل معاها يديك الفوق عينيك كي تتحل تضحك شيء فمش نو تبدل فيك توا وكعب أفلام بتحب نبعدوا شوية على البنات يعني ان شاء الله ممكن ديتاي يوسف تعرف الشارع الرياضي العبيد اللي تحبك ماذا بيها تعرف عليك برشا حكايات برشا تفاصيل يعني حاجه ديتاي من ديتاي هذوما الكهرباء نتاع يوسف المسيك وجوستومون قبل ما يجاوب يوسف بالميل السيسي ديجا بكري قريت ميل هذا يوسف قال لك رانج روفر البيضه نتاعك ولا لا نتاعي شنو نتاعك ولا وقتاش شريتها وقداش شريتها وقت شريتها شريتها من بعد ما جينا من الكوب دي موند دي كلوب الحقيقة درت سينابيل و درت سينابيل وبحالي هو ما حبش يبيعها من الأول قال لي مبروك عليا وهزيت بها شامبيونات وشامبيونز ليغ كل شيء ومن بعد بحالي فما ديتاي أخرين في الحكاية هذه نسمعوا من عند نبيل معلول يوسف خاطر جو لو كونسيدير كيما زينب كيما ساره كيما محمد كيما ولادي ثلاثه بون كهربتي جديده انا مازلت كي خذيتها ثلاثه شهور اربع شهور كل مره يقول لي سينابيل خلينا نعمل بها دوره انا نعمل بها دوره من نهار قال لي سينابيل بحالي قلت له دي كهربا جديده مازلت كيفاش نبيع لك كهربا قال لي لا لا بحالي في بحالي في ما تبيعليش قلت له لا يعرف اللي عندي فابل انا اللي هو واحد كل شيء انا رميت له وزار قلت له تهز كوبد افريكا نبيع حالك قال لي برومي قلت له برومي سي سكي سي باسي معناها الكهربا ما عديتش بها خمسه شهور وهاخذها اخذها فكها لي فكها بالنسبه لي Oui, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'affinité actuellement à Ihajo. B. Le Range Rover est un Nabil, il est un Yusuf. Qu'est-ce que tu as fait avec Nabil? Toi, tu Mercedes. لوكاسيون بي هذا يظهر لي خليل فرصه باش تحكي شويه معنا لا عنده سيريسات ماكش حاط عليه عينك ولا حاجه انا لا خليل هكا تو في نعطيه الفرصه تشامبيونز ليغ اخرى بشي ان شاء الله التيتروات الكل يجيبوا حاجات من نوع هذايا وبيان سور